انطلقت في قرية أم الحويطات بمحافظة البحر الأحمر أعمال القافلة الطبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. قامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج لأكثر من 100 حالة بمختلف التخصصات الطبية، واشتملت القافلة على عيادات الجراحة والبطنة والأطفال والأسنان والنساء والتوليد ومعمل الدم والطفيليات، فضلا عن صرف الدواء للمواطنين بالمجان. ان احنا بنقدم الخدمات القوافل العلاجيه في محافظه البحر الاحمر في جميع مدن وقرى محافظه البحر الاحمر، من حديربه جنوبا لحد راس غارب شمالا، والخدمات اللي بنقدمها في عياده الجراحه وجميع العيادات الموجوده مجانيه. قيس الضغط وقيس السكر وناخذ علاج مجاني، ونشكر الرئيس رئيس الجمهوريه السيسي. فخورين جدا وبنشكر سياده القياده السياسيه وعلى راسها رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي، اللي هو المجهود اللي بيقوم به من اجل صحه المواطن في حياه كريمه، وبناخد علاجنا بالمجان وبنقص ضغطنا وبنقص سكرنا وبناخد كل العلاج، وربنا يدوم عليها الصحه والعافيه.